كل التحية ليك يا أمير، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي وآخر استعدادات النادي الأهلي للمواجهة الصعبة جدا يا أمير اللي بأكد عليها، مواجهة فريق بيراميدز في الجولة 25 للدوري المصري الممتاز. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة بإذن الله. إن شاء الله. واقف في الحر ليه كده بس؟ انت عارف يا امير بقى يعني نتعايش شويه مع درجه الحراره دلوقتي، يعني درجه الحراره برده كويسه يا امير، مش يعني انت بتتكلم في 32 او 31 درجه مئويه، ان شاء الله يعني درجه الحراره يعني في توقيت المباراه تكون افضل، وان شاء الله انت عارف ان ملعب المباراه كمان يا امير قريب جدا من مقر اقامه فريق النادي الاهلي، بيبعد يعني ب 10 دقائق فقط من مقر اقامه الفريق، طبعا درجه الحراره يعني اثناء توقيت المباراه هتكون افضل من كده باذن الله يا امير. ان شاء الله باذن الله. طيب فاروق، طمنا بقى على الفرقه، وبالتحديد امبارح الاهلي ما اعلنش قائمه المباراه، وطلع كلام كتير واخبار كتير ان علي معلول اصله مصاب، وان مش عارف الشناوي عنده مشكله ايه، وان احمد عبد القادر جات له اصابه تاني، فالاهلي مش عايز يعلن عشان كده، وطبعا عمر ما الاهلي هيبقى مش عايز يعلن عن القائمه وفي حد مصاب، لو في حد مصاب هيطلع يقول يا جماعه الراجل ده مصاب وهيغيب فتره كذا يعني. فعايزك تطمنا على الفرقه واسباب عدم الاعلان عن قائمه الفريق، لان ناس كتير جدا بتسال في الجزئيه دي. يعني خليني يا امير يعني انت من البدايه كده داخل نتكلم في حاجات مهمه، يعني قبل ما اروح لها عايز اكد على نقطه انت قلتها مهمه جدا على تعايش مستر ريكاردو سواريش مع الاجواء في مصر وفي النادي الاهلي، وانه بدا يحفظ الكلمات المصريه، وانت عارف ان دي اكتر حاجه بتميز النادي الاهلي، ان اي فرد بيدخل منظومه النادي الاهلي سريعا بيجد اللي يقدر يعني يساعده ان هو يعني يدخل يكون فرد داخل المنظومه، سواء لاعب سواء فرد داخل منظومه النادي الاهلي، وده امر بيميز النادي الاهلي. الراجل حريص جدا ان هو كمان يا امير بياخد يعني الكورسات في اللغه العربيه علشان يتابع برضو ويعرف الكثير من الكلمات، سواء في التعامل مع اللاعبين، التعامل مع الجمهور ايضا، لانه يعني مستر ريكاردو سواريش بالنسبه بقى للجمهور يعني كان ليه حديث معاه، بدا ان الجمهور الاهلاوي في كل مكان حريص ان هو يلتقط الصور مع مستر ريكاردو سواريش، بدا ان هو يتعود على الاجواء المصريه، طبعا نتمنى له كل التوفيق باذن الله في مهمته مع النادي الاهلي. تطرقت الموضوع انت يا امير في غايه الاهميه، كلام كتير جدا أثير بالأمس على علي معلول، الشناوي، عبد القادر، لكن خليني أحسم لك الأمور دي كلها يا أمير وأكد لك جاهزية اللاعبين بالكامل، يعني سواء علي معلول، سواء عبد القادر، سواء محمد الشناوي، كل اللاعبين جاهزية اللاعبين إلى هذه المباراة. تقدر تستثنى من اللاعبين طبعا يا أمير اللعيبة اللي أعلن النادي الأهلي إصابتهم، طاهر محمد طاهر ومحمد هاني طبعا اللي بيغيبوا عن هذا اللقاء، بالإضافة لبيرسيتاو ومحمود وحيد. مفيش أي إصابات إضافية يعني. أكرم توفيق وعمار حمد. ما فيش اي اصابات يا امير، اللعيبه كلها جاهزه، يعني كان ليا الكلام مع الكابتن سيد عبد الحفيظ في هذا السياق، كابتن سيد سبب عدم اعلان القائمه، قال احنا عندنا مرحله صعبه جدا، مرحله هذه المباراه ومباراه الزمالك، طالبين التركيز من كل اللاعبين، مش عايز ان لاعب يبقى خارج القائمه، يبقى في لاعب زعلان او متضايق ان هو خارج القايمه، كل الامور دي كلها مستر كمان ريكاردو سواريش امير في واحده من النقاط المهمه جدا اللي اثارها في الفتره الاخيره، قال احنا هنتبع في النادي الاهلي سياسه اسمها سياسه الاستحقاق، ان اللاعب اللي هيأدي في التدريب بشكل كويس هو اللي هيكون موجود في القايمه ولا يكون بيكون موجود في المباراه، واللعيبه تقبلت هذا الامر، واللعيبه كل لاعب في المرامي امير بيحاول يثبت نفسه ويثبت جدارته في التدريب، ودي امور مهمه جدا طبعا. ان مستر ريكاردو سواريش بدا ان هو يتعايش ايضا مع الحاله النفسيه والتحضير للاعب النادي الاهلي، هو عارف قيمه هذه المباراه، عارف اهميتها بالنسبه لمشوار الاهلي في الدوري، عارف اهميتها بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، خاصه انها قبل مرحله صعبه جدا ومباراه مهمه جدا هي مباراه الزمالك طبعا. كان ليه حديث بالامس مع اللاعبين، طلب من اللاعبين عدم التطرق الحديث او تطرق تماما لأي حديث عن المباراة النهائية أمام نادي الزمالك في كأس مصر، قال مش عايز الحديث عن مباراة الزمالك يشغلنا عن مباراة هي الأهم في مشوار الأهلي في الدوري، مباراة بيراميدز، بعد مباراة بيراميدز يبدأ التحضير يعني لمباراة الزمالك. المحلل الأداء لويس بيريرا وراؤول فاريا مطور الأداء يا أمير طبعا ليهم تحضيرات كتير جدا على هذه المباراة، مباراة بيراميدز، طلب منهم عدم التحضير لأي أمر خاص بمباراة الزمالك إلا عقب الانتهاء من مباراة بيراميدز، مع إطلاق حكم اللقاء كارلوس الأسباني لصافرة النهاية. هقول لك من التوقيت ده هيبدأ لويس بيريرا وراؤول فاريا يحضروا لمباراة الزمالك، ده الأمر اللي بينعكس من مستر ريكاردو سواريش مع اللاعبين. اللعيبة كلها يا أمير بأكد لك جاهزية كل اللاعبين،
عبد القادر، علي معلول، محمد الشناوي، النهارده ايضا وليد سليمان بينضم لقائمه النادي الاهلي وهيكون جاهز ان شاء الله لهذه المباراه باذن الله يا امير. طيب دي كلها امور مهمه، وكان مهم قوي ان الناس تعرف ان مفيش اي مشكله، وهي قد تكون سياسه ما يعني يتبعها الجهاز الفني خلال المرحله الحاسمه دلوقتي بخصوص عدم الاعلان عن قائمه. وبالمناسبه افرج يعني بتحصل في كل انديه العالم، يعني في بعض الاحيان ريال مدريد وبرشلونه بيعملوا كده، فما فيهاش اي مشكله خالص. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلمك فيها، طبعا الناس كلها مبسوطه باداء النادي الاهلي في مباراه فيوتشر، وانت واحد من اللي بتتابع دايما تدريبات النادي الاهلي بحكم شغلك، يعني هل شايف ان من الممكن في فتره قصيره جدا لمدير الفني سواريش ان نشوف الاهلي بنفس الاداء تاني، ولا الموضوع مش هيبقى سهل خصوصا في ضغط المباريات وتوالي البطولات المحليه الهامه جدا؟ بص يا امير، عشان اكون يعني صريح معاك جدا، وانت عارف ان احنا من خلال قناه النادي الاهلي دايما بنتعامل بكل مصداقيه مع جمهور النادي الاهلي، ما بنحاولش ان احنا نهول الامر شويه او ان احنا يعني نكبر الامر، لكن بنتعامل بالمصداقيه والواقعيه. طبعا. اول يوم تدريب لمستر ريكاردو سواريش انا كنت موجود في المران التدريب الرئيسي ليه على ملعب التيتش. اللي احنا شفناه في ماتش في فيوتشر هو صوره مصغره من التدريبات اللي بدا يشتغل عليها مستر ريكاردو سواريش. مستر ريكاردو سواريش قبل قدومه للنادي الاهلي اتفرج على مجموعه من مباريات النادي الاهلي، وزي ما قلت لك يا امير لو تفتكر ان هو عمل يعني لويس بريرا وراؤول فاريا عملوا ملف لكل لاعب بايجابيات وسلبيات ومميزات كل لاعب، فبالتالي بدا ان هو يضع الوحدات التدريبيه الخاصه مع لعيبه النادي الاهلي او الامور اللي ناقصه لعيبه النادي الاهلي. اول تدريب للنادي الاهلي انا شفته رسم الملعب برسم جديد يا امير، قسم الملعب لاربع اجزاء، عمل عمليه الضغط العالي، ودي من الامور الجدا اللي اشتغل عليها شفناها في ماتش فيوتشر، الضغط العالي اللي بيعمله لاعب النادي الاهلي، ايضا عمليه اللعب من لمسه واحده والتحرك بدون كره، دي امور كلها بيشتغل عليها مستر ريكاردو سواريش. واعتقد يا امير يعني من اللي احنا شايفينه في تدريب مستر ريكاردو سواريش دي هتبقى السياسه المتبعه في اسلوب لعب النادي الاهلي. طبعا كل مباراه بيبقى ليها متطلباتها، كل مباراه بيبقى ليها ظروفها، كل مباراه بيبقى ليها احداثها، لكن النقطه المهمه برضو يا امير ان مستر ريكاردو سواريش لما اتكلمنا معاه في هذا الامر وان الاهلي كان مفتقد لهذا الامر في الفتره الاخيره، يعني مستر ريكاردو سواريش محبش ينسب الفضل لنفسه، لا قال لك ده دور اللعيبه وان اللعيبه استوعبت الشغل اللي احنا اتمرنا عليه. اشد بنقطه مهمه جدا يا امير، وبرده عايز من خلالك ان انا يعني ااكد على هذا الامر. اسبوع التدريب او اللي كان الفاصل ما بين مباراه الجونه وفيوتشر فرق جدا 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 مع لعيبه النادي الاهلي. مستر ريكاردو سواريش قال انا فعلا كنت محتاج الاسبوع ده، اللعيبه نفسها خدت شغل كتير في الفتره دي، ودي برده نوعيه لعيبه النادي الاهلي ما بقاش في اجازات كتير يا امير، انت عارف ان هذا الامر. اللعيبه بدات تاخد شغل مكثف، بالامس طبعا كان تدريب وجانب بدني، لكن هو برده بياكد على حاجه مهمه جدا، اكد ان اللعب بالطريقه دي هيحتاج لعيبه يعني لعيبه بدنيا تقدر تقول بلغه الكوره واقفين على رجليهم على مدار ال 90 دقيقه، هيحتاج مجهود بدني، وده الامر اللي يعني من خلاله عقد اجتماع مع بيدرو مخطط الاحمال يعني الارتقاء بالنواحي البدنيه وتجنب طبعا الاصابات للاعبي النادي الاهلي. انا باكد لك يا امير يعني بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي، ده هيبقى اسلوب مهم جدا للنادي الاهلي وواحده من طرق اللعب اللي هنشوفها للنادي الاهلي واسلوب لعب النادي الاهلي في المباريات القادمه باذن الله. طيب مباراه فيوتشر كيف اثرت بشكل ايجابي على معنويات اللاعبين وانت شايفهم دلوقتي داخل مقر الاقامه بعد فتره كان فيها اهتزاز شويه للثقه عند الفرقه؟ بص يا امير، يعني النقطه دي نقطه مهمه كمان، يعني اللعيبه نفسها من الامور المهمه جدا ليك كمدرب انك تكون مقنع للعيبه. اللعيبه بدات يعني تكون مقتنعه جدا بمستر كارلوس او مستر ريكاردو سواريش في اموره اللي بيطلبها من اللعيبه في ارض الملعب. لو تشوف حسام حسن يا امير النهارده في مقر اقامه الفريق، معنويات تانية. مستر ريكاردو سواريش اشاد بحسام، عقد اكثر من جلسه مع حسام، اثنى على اداء حسام. محمد مجدي قفشه يعني تقدر تقول يا امير اختلف 360 درجه، يعني مجدي قفشه اختلف تماما مع مستر ريكاردو سواريش. قبل ما اكلمك على الملعب يا امير، انت اتكلمت على النواحي النفسيه، اللعيبه نفسها بقت الامور مختلفه جدا. عمرو السوليه، حمدي فتحي، علي معلول، ثقه مستر ريكاردو سواريش وانه بينسب الفضل والمجهود للعيبه ده بيوصل للعيبه. حاله الاشاده والسعاده اللي شفناها عند جمهور النادي الاهلي انعكست عند اللعيبه. وخليني يعني يا امير وانت بتتكلم في هذا الامر، يعني لعيبه النادي الاهلي امير او اللعيبه بصفه عامه، اللعيبه قريبه جدا من السوشيال ميديا، عارفه كل كلمه بتتقال، اللعيب بيتاثر بكل موقف. يعني امير برضو
يعني برضو انا عايز من خلالك ان احنا يعني حارس مرمى نادي الاتحاد احمد يحيى طبعا نتمنى له يعني نتمنى له التوفيق، وانه طبعا كان اعلن قراره بالاعتزال، نتمنى انه يرجع في قراره، ويعني نتمنى ان الصوره دي ما نشوفهاش في الملاعب. لذلك احنا بنقول لجمهور النادي الاهلي، جماهيرنا اللي دايما بتبقى في ظهر لعيبه النادي الاهلي، اللعيبه قريبه جدا من السوشيال ميديا، اللعيبه بتحس واللعيبه شايفه كل الامور دي واللعيبه بتتاثر، لذلك اقف خلف فريقك. الاهلي في مرحله صعبه جدا، جمهور النادي الاهلي دايما هو الدرع وهو السند وهو الظهر لفريق النادي الاهلي. باكد على هذا الامر يا امير، باكد ان اللعيبه بعد مباراه فيوتشر، اللعيبه عهدت وجلسه محمد الشناوي ووليد سليمان ورامي ربيعه وايمن اشرف مع اللعيبه ان دي تكون بدايه مباراه فيوتشر ان شاء الله، هي البدايه ان شاء الله، مرورا بمباراه بيراميدز ثم مباراه الزمالك باذن الله. امير باذن الله يا فاروق، انا بشكرك في الحقيقه، شكرا جزيلا على كل هذه الاضافات والمعلومات. لو عايز تضيف حاجه اتفضل. طب يا امير قبل ما نختم، اتفضل. عايز برضو امير اختم معاك بالتشكيل المتوقع زي ما انت متعود معانا، التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز لهذا اللقاء. هيكون في حراسه المرمى احمد الشناوي، قدامه اثنين مساكين علي جبر واسامه جلال، في اليمين احمد توفيق، في الشمال محمد حمدي، في منتصف الملعب نبيل دونجا ووليد الكارتي، قدامهم ثلاثه اسلام عيسى، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، وراس حربه فخر الدين بن يوسف. ده التشكيل يا امير زي ما انت متعود بنسبه 99% تشكيل بيراميدز لهذا اللقاء. عارف انه هيطلع صح يا فاروق في الحقيقه. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل القناة.